تعال نشوف بقى مين حريف النهارده في السادسه. مشواره ما كانش كبير، ولكنه الحقيقه في مشوار قصير جدا نجح انه يسيب بصمه يمكن ناس كتير جدا قعدت في الملاعب ما حققتش النجاح وما حققتش الارتباط مع الجمهور بالشكل اللي حققه الخلوق الموهوب الجناح الطاير محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب طبعا ربنا يرحمه واحد من اللعيبه، هو بدايه طبعا لعب في النادي الاهلي من 2003 ل 2006، فانت بتتكلم على فترة قصيرة جدا، لكن الفترة دي أكد فيها عبد الوهاب على حالة حب. وأنا مش بتكلم قبل ما أتكلم على الكورة، لأنه محمد الحقيقة كان واحد من اللعيبة المتميزة جدا، واحد من اللعيبة اللي كنت من بداياته من وهو صغير شايف مستقبل لعيب سوبر، لعيب كبير جدا، تميز على كل المستويات، وأنا هتكلم على كرة عبد الوهاب الله يرحمه دلوقتي، لكن كمان حالة الارتباط اللي حصلت بينه وبين الجمهور كانت مرتبطة ب انه لعيب كنت تحس انه جاي من المدرج، لعيب يعني من الجمهور، لعيب من عشاق النادي الاهلي، لعيب منتمي، لعيب الاهلي عنده بيجي قبل اي شيء وما عندوش تفكير، يعني ما عارف القرار محسوم مهما كان نوع المقارنه ومهما كان حاله الجدل، لا الاهلي بالنسبه له في حته ثانيه خالص. تعالوا بس نفتكر الاول مشوار محمد عبد الوهاب مع النادي الاهلي بالارقام ونرجع نستمتع مع مجموعه من اهم اللقطات لعبد الوهاب الله يرحمه سواء مع الاهلي او مع منتخب مصر. عبد الوهاب يا موسيقار يا موسيقار، احلى لحن واحلى سيمفونيه، الله يا عبد الوهاب، يا سلام يا سلام يا سلام يا محمد يا عبد الوهاب، هو ده الكلام. محمد عبد الوهاب يا ولد يا ولد يا ولد، بيلعبها حلوه حلوه حلوه. عاوز يشوط وشاط، خلاص رجليه سلكت، رجليه سلكت واصبح من اللعيبه لما يبطلوا نقدر نقول زي ما بنقول كده، هو اللعيبه السويطه زمان زي بعد مناجيلي وعبد النصري وطارق سليم واللعيبه القويه جدا ديت، نقدر نقول بعد عمر طويل محمد عبد الوهاب. انا بشوف عبد الوهاب الحقيقه ومن بداياته عالمي، يعني ما يقلش الحقيقه في امكانياته وفي المركز اللي هو كان بيلعب فيه عن كتير من الباكات الشمال اللي على مستوى قوي، واللي هنا بتكلم فيه هو امكانيات ومهارات كان بيتمتع بيها في المركز ده، ضيف عليها ودي نقطه في منتهى الاهميه، ولما بتبقى موجوده عند لعيب الكوره بجد بتفرق معاه كتير جدا بالذات من البدايات، انه يكون واثق في نفسه. حته الثقه بالنفس دي وانك انت تعبر عن امكانياتك باريحيه وانت بتشارك مع نجوم كبار وانت بتلعب قدام نجوم كبار وانت بتنافس في مركزك ده مع اسماء كبيره جدا بتفرق مع لعيبه، ودي كانت عند عبد الوهاب الله يرحمه. طبعا يعني احنا لسه كنا بنفتكر في السادسه هنا وعلى شاشه الاهلي الحقيقه في معظم برامج ذكرى رحيل عبد الوهاب، وانا كان ليا الشرف في احتفاليه النجمه العاشره ان انا قابل والدته، والده الراحل محمد عبد الوهاب الحاجه نجات، واتكلم معاها ست الحقيقه زي امهات المصريين كلهم في منتهى الطيبه، ويمكن اللي الى حد كبير دايما فراق الابن ده بيبقى صعب قوي، اللي مصبرها هي حاله الحب والعشق اللي موجوده عند جمهور النادي الاهلي لاسم عبد الوهاب حتى بعد مرور سنين طويله جدا من رحيله. هرجع لكره عبد الوهاب، لعيب نموذج، لعيب متكامل بداية من قدرته طبعا حسب المركز اللي اتحط فيه انه يؤدي بشكل، واحنا هنبتدي مع حضراتكم مجموعه من اللقطات، طبعا هو مهاري وعنده قدره كبيره جدا على الاختراق، سواء يعني هتشوفوا طبعا لقطات ليه مع المنتخب عنده قدره كبيره جدا على انه يخترق وعنده قدره كبيره جدا انه يرقص، عنده قدره كبيره على انه يلعب الكرات العرضيه من وضع الثبات او من وضع الحركه، ومن وضع الحركه دي بالذات بتبقى الى حد كبير جدا صعبه، اصرار طبعا هنا قام وقع وقام وكمل ولعب كره عرضيه ارضيه او يعني رجعها بالعرض، كره هنا ثانيه
هتتلعب على طبعا دي مراوغه برضو اكتر من رائعه، تمويه بالجسم، وانك انت يكون عندك قدره على السرعه والمراوغه واتقان الكرات العرضيه بالشكل ده وتحط معاهم واحده من اهم الحاجات. ده ماتش كوت ديفوار في 2006 طبعا في استاد القاهره، نهائي بطوله 2006. ومحمد الحقيقه يمكن مع المنتخب قدم عروض محترمه جدا برضو يعني، ولعب منتخب من سن صغير، وده ياكد لك على انه امكانيات اللعيب انك تلعب منتخب في سن صغير ده معناه انك انت امكانياتك كبيره جدا. خليني اقول لك كمان انه لما يكون عندك القدرات الدفاعيه والهجوميه والمراوغه والسرعه والدقه في العرضيات، دي كره الاسامه على الارض طبعا استقبلها واستقبلها بشكل اكتر من رائع، تولد بس لما تولد سن، بس اسامه استقبلها حلو قوي وكانت مكانها في البعيد برضو. ده ماتش كوت ديفوار، كره عرضيه، هو عرضيات كتيره جدا طبعا، للاسف المهاجمين ما بيفنشوش، لكن العرضيه اكتر من متقنه واكتر من رائعه ومن مكان من اماكن كتيره جدا. الحقيقه عبد الوهاب كان عنده قدره على انه يلعب العرضيات دي، لكن خليني ارجع للنقطه اللي كنت بقولها، واحده من اهم المهارات اللي ميزت عبد الوهاب هي كمان القدره على التسديد. يعني انا بشوف عبد الوهاب في تسديداته والله بدون مبالغه، ومش عشان انا بحب عبد الوهاب ولا عشان عبد الوهاب كان بيلعب في الاهلي، لكن دايما كان بيفكرني بروبرتو كارلوس. يعني طبعا روبرتو كارلوس تاريخي وعالمي واسطوره من اساطير اللي لعبت في المكان ده، لكن انتوا هتشوفوا مجموعه من اهداف عبد الوهاب بتصويبات من بره المنطقه، سواء من كره ثابته كره ثابته او من وضع حركه، لا لما في يجي في اوقات كده وفي اجيال لما بيجي فاول ليك بره ال 18 بيبقى عندك لعيب في الفرقه تحس ان الكره دي ضربه جزاء. يعني الكره دي احتمال كبير جدا او نسبه انها تخش او تترجم الفاول ده لهدف من 80 ل 90%، عبد الوهاب كان واحد من دول. يعني انتوا ما زلنا احنا لسه بنشوف بعض الكور العرضيات اللي لعبها عبد الوهاب، طبعا معظم الكرات كان بيخفق المهاجمين، لكن قدرته على تمويل وامداد المهاجمين بالكور العرضيه كانت اكتر من رائعه. هدف طبعا للصقر احمد حسن، اختراق، مراوغه، شايف، مش يعني لما بيجي يلعب مش عرضيه وخلاص ومين يقابل، لا بيبقى شايف في اغلب الاوقات الكره دي رايحه فين او ملعوبه لمين. واحده من العرضيات طبعا برده تانية، احنا ما زلنا مع الكروسات بتاعت عبد الوهاب، لكن انا عايزكم تستمتعوا اكتر كمان بقدراته المتعلقه بالاحراز الاهداف. ده طبعا كل ده في ماتشات بطوله افريقيا، واحده من البطولات اللي تالق فيها عبد الوهاب ولعب فيها دور اساسي طبعا مع فرقه منتخب مصر في تحقيق لقب كان غايب بقاله ايه؟ من 2006 كان غايب بقاله 8 سنين يعني مش كتير. الفترات دي اللي هي كانت البطوله ما بتغيبش عنك كتير، يعني احنا قعدنا من 86 ل 98 فتره طويله نوعا ما، لكن من 98 ل 2010 بتتكلم على اربع بطولات لمنتخب مصر. نتمنى يعني الوقت ده يرجع مره ثانيه، خصوصا ان عندنا لعيبه محترمه، يعني بشوف انه سواء اللعيبه اللي طالعه من المسابقات من الدوري المحلي او حتى اللعيبه المحترفه، في سكواد تقدر تقول عليه يقدم شخصيه محترمه لمنتخب مصر. طبعا الكرات العرضيه زي ما قلت لكم واحده كانت من الحاجات، الكره اللي ارتفاعها مناسب، الكره اللي فيها السكرو، الكره اللي هي السهله على راس الحربه انه بس يوجه بدماغه، مش محتاج، مفيش بلالين. يعني نادرا لما تلاقي عبد الوهاب لاعب كوره اللي هي بيقولوا عليها البالونيه، الكره العاليه قوي في الهواء اللي ممكن تبقى سهله على الباكات او سهله على حارس المرمى، بتدي لحارس المرمى وقت عشان يطلع يخلص الكوره. دي قدرات محمد الدفاعيه الحقيقه، زي ما كان متميز هجوميا هتلاقيه حقيقه كمان ده واحده بيشيلها من على خط المرمى، متميز جدا في اداء الدور الدفاعي، وعلى الرغم الحقيقه من ان هو ما كانش يعني قوي البنيه، يعني طبعا جسمه كويس، جسمه مش وحش. دي كور الثابته بقى لعبد الوهاب، معظم الكور اللي جت او اتلعبت لمحمد عبد الوهاب ايا كانت المسافه وايا كانت زاويه التسديد اتفنشت بهدف. يعني الله يرحمه كان عنده سنس عالي جدا على انه يحط الكوره كانه بيحطها بايديه. معظم الكور اللي اتحطت او اللي لعبها عبد الوهاب كانت مكانها الشبكه، مش بس من وضع الثبات لكن كمان من وضع الحركه. وهتشوفوا ليه جون الحقيقه واحد من الاهداف، انا بشوف الجون ده واحد من اجمل الاهداف، مسافه بعيده جدا، كره صعبه جدا، محدش هنا ممكن يفكر انه يسدد او يصوب على الجون، لكن عبد الوهاب الحقيقه واخد القرار، عشان انا اشوفه من وجهه نظري الحقيقه في اهداف كتير حلوه من الكور الثابته، لكن ده واحد من اجمل الاهداف، هدف كان تشوفوش غير في اوروبا الحقيقه، واحد من اجمل الاهداف اللي حققها عبد الوهاب مع النادي الاهلي. طيب كالعاده هنطلب منكم الحقيقه
انكم تختاروا هدف من ضمن الاهداف اللي شفتوها، او حتى لو في اهداف تانية لو حابين تختاروا هدف تعتبروه طبعا من وجهه نظركم الاجمل او الافضل اللي احرزه عبد الوهاب في مشواره مع النادي الاهلي. هنروح لفاصل نرجع بعده نطرح مع حضراتكم طبعا طبعا على السوشيال ميديا تويتر وانستجرام وفيسبوك، هتلاقوا البوست ده او السؤال ده، ايه هو افضل هدف احرزه الحريف محمد عبد الوهاب مع النادي الاهلي. نرجع